بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أبدأ معاكم الآن بوحدة الهندسة. طبعا الهندسة اللي احنا بناخذها مبنية على جميع مفاهيم الهندسة اللي بياخذوها الطلاب في المدارس من صف أول لصف ثاني تقريبا. فاحنا مطلوب منا نعرف أغلب النظريات الهندسية الموجودة. احنا صراحة وحدة الهندسة اللي موجودة معنا مقسومة قسمين، اشي هندسة واشي قياس. يعني الجزء الأخير منها عندنا حساب المساحة، المحيط، الحجم للمجسمات، هذا كله بنصنفه قياس صراحة. فإحنا اللي راح يكون الامتحان فقط نظريات الهندسة بدون القياس، بدون اللي هي المساحة والحجم، هذول مش راح يدخلوا في الامتحان. الامتحان الأول إحنا نحكي. طيب نبدأ بأول إشي. هذا البرنامج اللي أنا فاتحه قدامكم اسمه جيومتري سكتش باد. هذا من برامج رائعة جدا لتعليم الهندسة. هو برنامج استكشافي، بتقدر انت تستكشف من خلاله، ما في اشياء جاهزه. هاي شو نقطه هاي حكينا عنها ايش نقطه هيك نقطه كلها نقاط طلعي. هاي اول شغله بنستخدمها بالرياضيات او بنتعلمها في الهندسه انها مبنيه على مسميات اوليه. شو بنسميها؟ مسميات اوليه. هاي بنسميها النقطه اول مسمى اولي بنحكي عنه. طب المسمى الاول الثاني اللي بنحكي عنه اللي هو ايش؟ طلعوا لي هذول طلعوا الثلاثة ميزوا لي بينهم. قطعة مستقيمة. أول واحد قطعة مستقيمة، الثانية شعاع، الثالثة خط مستقيم. سميه خط مستقيم أو اختصارا نقول مستقيم. شو الفرق بينهم؟ الخط إلى بداية أي خط؟ القطعة المستقيمة. لا ما لهاش بداية نهاية، لها نهايتين. لها نهايتين. هي مجموعة من النقاط لها نهايتين، لأنه ما بعرف من البداية من النهاية، من وين أبدأ؟ ابدأ من وين ما بدك. لها طول؟ لها طول. في هذا البرنامج بقدر أجيب طولها من هون. شايفها طولها؟ 8 صحيح و 13% من سنتيمتر. لو غيرناها هون طلع كيف؟ بتغير طولها. طيب ناخذ الشكل الثاني، ايش هو الشكل الثاني؟ شعاع. شعاع. هو بداية وليس له بداية. ما لهش نهاية، له اتجاه، طبعا لازم يكون متجه، ممتد إلى ما لا نهاية. طيب، له طول؟ خلينا نجرب. شوف حتى البرنامج فاهم إنه ما لهش طول. كيف ننقيش؟ أيوه أحسنتي. الشيء اول بين نقطتين. شوف هذا ايش اسمه؟ ايش اسمه؟ خط مستقيم. طلعوا كيف امتد من طرفين. هذا الخط المستقيم، الخط المستقيم، الخط المستقيم شو راح نحكي عنه؟ مسمى أولي لا يعرف، ما له تعريف. عرف الخط المستقيم، شو الخط المستقيم؟ لذلك بنقول في الأهداف السلوكية يتعرف الخط المستقيم، يتعرف برسم له إياه بقول له هذا اسمه خط مستقيم بس. لا تحكي أكثر من هيك. يعني أنا بقدر أجي أعمل هيك خط مستقيم وبس، ولا بحكي شيء غير هيك. طب مش متطعوج؟ مزبوط، ما احكيش اكثر من هيك. لا تحكي اكثر من هيك اصلا، لا تحكي اكثر من هيك. طيب ننتقل على نقطه ثانيه. هذول المسميات الاوليه، في طبعا مسمى اولي ثاني، في مسمى اولي ثاني اللي هو بسموه ايش؟ شعاع.
شو بيسموه؟ المسمى الأول الثاني المستوى، بسموه إيش؟ المستوى. المستوى بنعبر عنه بالطريقة هاي. لما أقول أنا مستوى السبورة، مستوى الطاولة، مستوى الكراس، سطح، كمان هذا لا يعرف. هذول المسميات الأولية الثلاث بيكونن كل الهندسة اللي بنعرفها، أو الأربعة. حكينا إيش إحنا؟ نقطة، خط مستقيم. مستوى الرابع اسمه الفضاء، المصطلح الرابع اسمه إيش؟ الفضاء، اللي هو بيكون مكون من كم بعد؟ ثلاث أبعاد. زي إحنا الغرفة اللي إحنا فيها هاي إيش؟ فضاء، إلها ثلاث أبعاد. تحكي الشيكة، أحكي إلها ثلاث أبعاد، بلاش يكون طول، عرض، ارتفاع. يعني الكرة مثلا بنسميها فضاء، مع انه ما لهاش طول وعرض وارتفاع. يعني دير بالك لها ثلاث ابعاد، نحكي عنها ثلاثية البعد. يعني احنا عايشين في فضاء، لذلك احنا في الرياضيات بنقول المستطيل شكل، لكن الصندوق مجسم فضاء. ميزوا بينهم الاشي اللي له ثلاث ابعاد، اللي بنمسك الملموس، اللي بنحس فيه وبنمسكه بدينا وبنشيله وبننزله، شو بنحكي عنه؟ مجسم، بتكون ثلاثي ابعاد. اما الاشكال تختلف. الان هذه بتعطيك نوع من الايحاء في المدرسه، لما تيجي تدرس الطلاب ما تروح تعمل لي مربع على شكل كرتوني وتقول لهم هذا مربع، تمسكيه هيك قدامه تقول هذا مربع، هذا مش مربع، بطل مربع، صار مجسم. هذا بقدر امسكه، هذا عباره عن متوازي مستطيلات، متوازي مستطيلات له سماكة. لكن لما تقول للطالب وريني المربع، لازم يمسك ايده ويمر على الاضلاع هيك، الاطار الخارجي فقط. الان من هذه المسميات الاولية، من هذه المسميات الاولية خرج ما يعرف باسم المسلمات. واحنا في عندنا مسلمات اللي بندرسها، الهندسه اللي احنا بندرسها بسموها هندسه اقليدس. شو بسموها؟ هندسه اقليدس، هندسه اقليدس. هذا اقليدس قبل 2500 سنه عمل هاي الهندسه، او جمع، بقول هو الفها، بقول هو جمعها، المهم مش القضيه. عمل لنا نظريات اساسيه بنيت عليها الهندسه اللي احنا بنعرفها وبنستخدمها في حياتنا اليوميه، الهندسة المستخدمة في حياتنا اليومية. طيب خلينا ننتقل على نقطة أخرى. إيش من مسلمات إقليدس؟ مثلا من مسلمات إقليدس إنه بين أي نقطتين يوجد خط مستقيم يحويهما، مستقيم وحيد يحويهما. تقدر تبرهن إنه هاي صح؟ الجواب ما بقدر أبرهن. هاي معنى المسلمة. المسلمة عبارة نقبل دون، عبارة نقبل صحتها دون برهان. كمان من المسلمات ايش كمان فيه؟ اذا تقاطع مستويان فإنهما يتقاطعان في مستقيم، إذا تقاطع مستويان فإنهما يتقاطعان في مستقيم. هو حط صراحة إقليدس خمس مسلمات أساسية وبنى عليهن باقي الهندسة. من أهم هذه المسلمات مسلم مشهور جدا بسموه مسلم التوازي، مسلم التوازي، أو بسموه المسلم الخامس. مش المسلم هاي المسلم الخامس. شو المسلم الخامس؟ طلع المسلم الخامس شو هو؟ بقول لك لو كان في عندي خط مستقيم ونقطة خارج الخط، عندي خط مستقيم وعندي نقطة خارج الخط، سؤال كم مستقيم يوازي الخط المستقيم اللي رسمته ويمر في النقطة اللي فوق؟ واحد. مرة ثانية، كم مستقيم يمكن رسمه،
كم مستقيم يكون رسمه؟ يمر بالنقطة اللي هي فوق هذه وشرط يوازي المستقيم اللي تحت. شوف حتى هون البرنامج لما أقول له انشئ اللي يسموه parallel line. parallel line يعني موازي. طلع كيف؟ بقدر أرسم بس موازي واحد بس. بس. هذا المسلم الخامس قصته قديمة صار لها 2500 سنة هم يحكوا فيها. حاول يبرهنوه إنه صح ولا لا. قالوا هذا شكله زي يعني زي النظرية بالبرهان. من محاولاتهم لبرهانه طلعوا كل نظريات الهندسة اللي بنعرفها. الآن راح نبلش فيها نحكي فيها. نبدأ من عند التوازي. يلا نخش من عند التوازي. هذول الخطين مالهم متوازيين. أجي خط ثالث وش عمل فيهم؟ قطعهم. هذا الخط شو بنسميه؟ الخط هذا شو بنسميه؟ قاطع. الخطين المتوازيين كيف بنعطيهم رمز؟ هيك او سهم واحد بصير. هاي بتدل على انهم متوازيين. طلع هون بتكون معاي زوايا. بتكون معاي زوايا. طيب خلينا نحكي اشي عن الزوايا قبل ما نسرح شوي. لو جينا هون حطينا هاي النقطة. هاي نقطة التقاطع. هاي نقطة التقاطع. بقدر انا هنا اسمي النقاط بس عشان ما يصير حوار قرشان. عارفين كيف؟ النقطة هاي بدي اعملها ليبل انا. ليبل بوينت. بسميها النقطة الف. بالعربي خليها عشان انتوا تكونوا يعني مبسوطين. هاي اسمها ايش؟ الف. خلينا نشيل هاي كلمة قاطع ما بدنا اياها. وهاي المسلم الخامس كمان ما بدنا اياها. خلنا ننظف الشاشة. هذا اسمه ايش؟ الف. هاي بدي اسميها ايش؟ باء. ليبل بوينت. بدي اسميها باء. هاي بدي اسميها جيم. هاي بدي اسميها دال. هذه أنا ليش قاعد بسمي يا جماعة النقطة يعني اللي بالنص هاي يعني الرأس بس اللي بسميه. هسا بدنا نتفهم عشانه. هاي راح أسميها ها. هاي راح أسميها واو.